نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. في أبحاث طبية جديدة قالت إنه في علاقة كده ما بين أمراض القلب والإصابة بالخرف. يعني الناس اللي عندهم مشاكل لا قدر الله في القلب أو في الأوعية الدموية بيكونوا معرضين أكتر لأمراض زي الزهايمر والخوف والخرف بشكل كبير. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب اللي معانا عبر تطبيق زوم على الهواء مباشرة. صباح الخيرات يا دكتور علاء، أهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح الفل. بداية عايز أتوقف مع حضرتك عند مصطلح الصحة القلبية الوعائية، يعني إيه هذا المصطلح وعلاقته بالخرف أو مرض الألزهايمر؟ طبعا الصحة القلبية أو الوقاية من أمراض القلب عموما ده هدف مهم جدا جدا لمنظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة على مستوى العالم كله. احنا دلوقتي بنتجه فعلا الى تبني الاسلوب الوقائي، الحفاظ على صحة الفرد، الحفاظ على صحة القلب قبل حدوث المرض نفسه. ازاي نحافظ عليه ان احنا نعيش حياة بقلب سليم ولا نصل الى اي مرض من امراض القلب، وده هدف دلوقتي الدول كلها بما فيها الحمد لله مصر. ازاي نحمي القلب من امراض القلب التي تصيبه، وهو ذلك بتجنب عوامل الخطوره. ان احنا مهم قوي قوي كلنا نطمن على الضغط الدم بتاعنا، كلنا في ارقام كده لازم ناخد بالنا منها، السكر بتاعنا قد ايه، الوزن قد ايه، ان احنا نبعد عن التدخين، ان احنا نبعد عن التوتر، طبعا اتباع اسلوب التغذيه السليمه عشان نبعد عن قصه زياده الكوليسترول اللي هو بيؤدي الى المشاكل دي مجتمعه، السكر مع ضغط مع تدخين مع سمنه مع كوليسترول، كل دي كلها مع توتر بتؤدي الى امراض القلب. طب انا دكتور يعني عفوا المقاطعه دكتور، طبعا احنا عارفين هذه الاسباب او عوامل الخطوره اللي حضرتك ذكرتها، ومصريين كتير جدا للاسف عندنا عادات غذائيه سيئه، البعض بيدخن، في مشاكل في ضغط الدم. سؤال لحضرتك من وقت ايه لايه، يعني من امتى نبتدي نطمن بشكل ثابت ودوري على ضغط الدم وعلى الكوليسترول في الدم؟ المفروض ده يتعمل كل قد ايه يا فندم؟ والله حضرتك يعني احنا وجدنا ان حتى في الطفوله ان ممكن يكون في كوليسترول زايد وبيحدث بيبدا تصلب الشرايين، فلا بد ان احنا يكون عندنا ثقافه الكشف الدوري. صحيح. ان احنا من البدايه ان احنا نطمن، حتى في الاطفال على فكره، ان احنا نطمن على ضغطنا على سكرنا، ان لو في تاريخ مرضي في العائله طب. لاي مرض من امراض ذبحات صدريه، بنسمع الايام دي عن الموت المفاجئ، الكلام ده كله لابد ان احنا ازاي نحطه في نظام دوري سليم. يعني حاجات بسيطه، وجايز ان في مبادرات حصلت في مصر، المبادرات الرئاسيه لان احنا بدانا نهتم اكتر بالضغط بالسكر بالتحاليل الكلى، كل دي مجتمع بتقي فعلا او بتوصلنا الى الحفاظ على صحه القلب وصحه الانسان نفسه. جميل. دكتور علاء، يعني مرض ضغط الدم مرض مزمن وهو من اكثر الامراض شيوعا وانتشارا بين المصريين، الى اي مدى ارتفاع ضغط الدم المستمر قد يزيد مثلا من خطر الاصابه بالخرف زي ما بتقول بعض الابحاث العلميه، او بيؤثر بشكل كبير على صحه القلب؟ كويس. هو حضرتك جايز الدراسه اللي قدامنا اتعملت في لندن، وكانت عباره عن تجميع لعدد من الدراسات على مدار اعوام، يعني اعتقد باديه من الخمسينات لحد دلوقتي. الدراسه دي يعني اثبتت ان وجود ارتفاع ضغط الدم مع السكر مع السمنه مع الكوليسترول الزياده مع التدخين مع عدم ممارسه الرياضه، كل دي مجتمعه وبدرجات،
تؤدي إلى الخرف في النهاية. وربما إحنا بنشوف برضه وأيضا هناك عوامل جينية أو تكون في تاريخ مرضي في الأسرة لحدوث الأعراض دي، اللي من ضمنها مثلا بداية من فقدان الذاكرة، بداية من الزهايمر اللي هو برضه بيبقى فيه مشكلة في التركيز، مشكلة في حضرتك في الإدراك، عندنا يعني ازاي نقدر برضو نعرف ان احنا يعني داخلين على حاجة زي كده، الاكتئاب في سن معينة، التوتر، القلق، عدم النوم السليم، صحيح، كل دي مجتمع بتقول لنا خدوا بالكم ان ممكن. بس هل هنا السؤال، هل كل عشان بس ما نعملش رعب للمواطن، هل كل الناس المصابة بهذه الأمراض هيصلوا إلى الموضوع ده؟ لا طبعا. احنا بنقول ان ممكن الوقاية من الوصول إلى هذه الدرجة، وذلك بان احنا ازاي نصلح الدنيا. انا عندي ضغط، ازاي ان انا اصلحه؟ صحيح. يعني يا ريت ان احنا في مجتمعنا بلاش اخد حباية الضغط عند اللزوم، بلاش اخدها يوم بعد يوم، بلاش اخدها يقول لك لما يجي لي صداع، وده غلط. الضغط هو القاتل الصامت، يعني ملوش اعراض بنربطه بالصداع، وده غلط. ازاي ان انا حضرتك يعني في حتى مع تقدم السن، صحيح، ازاي الناس اللي طلعت معاش ان هي تلتحق بانشطه اجتماعيه خيريه، ان هم يمارسوا رياضه المال بره، 70 و80 و90 سنه بتلاقيهم كل يوم ماشيين. احنا يا ريت 30 دقيقه على فكره، صحيح، ده احنا محتاجين زي ما سيادتك قلت مراجعة لبعض العادات الخاصة بينا، وأهمها زي ما حضرتك ذكرت في دلوقتي فكرة المشي. حتى مشينا يعني 30 دقيقة 3 أيام أو 4 أيام في الأسبوع، ده مهم جدا وبيقي القلب من أمراض كثيرة جدا ويخفض من ضغط الدم. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علاء الغمراوي استشاري القلب، كنت معنا عبر زوم.